تدمت في المحنة المريرة بغداد قد تدمت في المحنة المريرة لحزنها استعدت والأدمع الغزيرة لكن ما مصاب قد أشعل السريرة في كربلاء لما أن حانت الظهيرة لكن ما مصاب قد أشعل السريرة في كربلاء لما أن حانت الظهيرة يا كربلاء قولي يا التربة الصبورة كيف قضى حسين والأضلع الكثيرة كيف جرت دماء من جثة عفيرة وكيف قد صبرت لأنتي الصغيرة كيف جرت دماء من جثة عفيرة وكيف قد صبرت لأنتي الصغيرة وكيف قد صبرت يا كربلاء قولي يا التربة الصبورة كيف قضى حسين والأضلع الكثيرة كيف جرت دماء من جثة عفيرة كيف قد صبرت لأنتي الصغيرة أيا بغداد هل شبك إلى المولى خدور وهل قاست أذى خيل على الآل تدور وهل رطت على الرمضة إلى المولى صدور وهل في السبي أيتام له قهرا تسير وهل رأس على رمح وهل رأس على رمح بدا فيك شهير إذا ناحت له ثكلى إليها يستدير إليها هو المأمون في وحل بإذلال وخذلان فنجم ابن الرضا ضوى بإسلام وقرآن فمد الكف غدارا وهل يصدق ثعبان فما المأمون مأمون فما المأمون مأمون وهل يؤمن شيطان وهل يؤمن شيطان